هذا قطاس الماء اللي نسقي منه المزرعة فيه، وهذا فستان الأحعري فيه نبق سدر، فيه هذه شجرة السدر. وهذه التريلا حقت السيد احمد، هذه المانجا. هل المانجا حقك مو مطلع؟ مو مطلع مانجاك هذه؟ هذا بستان، هذا بيت العمال في ابو سيس يركض. ريحان، وهذه شجرة التين، شجرة التين والزيتون. هذا التين، هذه فيها ثمر مطلع صغير. حوش الغنم، هذا حوش الغنم. هذا بيت العمال. الآن جينا ملح أخضر. ما في شيء. أذن. وأنا الحين أحس إنه توه.
السلام عليكم. السلام. كيف حالك حجي؟ الله يحييك يا شيخ. طيب كيف الحال؟ شلونكم؟ خير الله يعينك. وش عندكم في هالمزرعة؟ والله عندنا هالجسبة. ما شاء الله. هذه جسبة الجمعة. هذه جسبة الجمعة؟ ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. فيها طلع ما شاء الله زين. ايوه. وهذه المنحوية. هذه حلوة. حلوة؟ هذه الحلوة. الحلوة. ها هذه حلوة العلا. ما شاء الله تبارك الله. هذا زرع. وهذا زرع بلكامة. هذه للبهايم للغنم. علف للغنم. ما شاء الله. وين الملوخية؟ ما شاء الله ما شاء الله. لو درينا في ملوخية كان قصينا منها. اي والله. لكن يلا المرحلة الثانية ان شاء الله. لسه توها بس تراها تبذر بعدين. عليكم فيها حشوها بدر. فيه. والباذنجانات هذه لما اي هذا باذنجان. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله ما شاء الله. لا ما شاء الله النخل هالسنه ان شاء الله زين معطي خير. اي والله ان شاء الله تبارك الرحمن. وما عزمتوا تسووا البركه حقت الماء هذه؟ يعني ما فيه نيه ولا ما في رواد يتبع. لا ما ودنا سباحه يعني مثلا يخفف عليكم بالبير لما انه تمتلي يعني. الحمد لله لو الماء متوفر لو انه الماء قليل ما هي مشكله بس عاد الحمد لله الماء كثير. اي هذه سووها ذيك على اساس اللي ما عنده مويه اي على اساس انه يعبيها ويسقي على طول. ما شاء الله تمام الله يعطيكم العافيه. هذه اظن انها كراسي مكاين قديمه كانت. مكاين قديمه دي كان هنا يعني فيه بير تسكن منه. البير ذاك هنا شوف. فين هو؟ هذا اللي عليه السير بقايا السير. ما شاء الله تبارك الله. ها؟ مكان مطلع. اي والله شوف مشقق. يسري بلح ذا. هذا ملقوف. هذا يسري بلح ذا. ما شاء الله. شوف هذا ذكر مطلع. في آخر الوقت. وهذا أعتقد أنه ما يصير وبار يصير هذا بلح. إيه. الله أعلم لأنه ما هو وقته. فهذا. تماز 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 تماز. مسيت الخير. النور. كيف حالك؟ أحيو. شلون أبو محمد؟ خير. طيب. سلمك. الله يعافيك. كيف حاله؟ نحمد الله ونشكره. بخير. إي والله بخير الحمد لله. الحمد لله. نحمد الله ونشكره. هذه برنية. الكبيرة. ايوه. ايه. وهذا ذكر. الله اعلم. هذا فحل. الخبر هنيه في عندكم شجره كانت هنيه سيسبانه اظنها ما ادري تمر هندي. بالضبط. كانت في هذا المكان هنيه. دعوها. الله يرحمه كان الوالد يفرش هنيه ويقعد احيانا. ايه. قطعوها. وهذه ال وش اسم هذه الشجره؟ المرنجه. المرنجه ما شاء الله هذا المرنجه. من الشجر الزين اللي فيه فائده وما ودواء يعني فيه منقى دواء. ايوه منقى دواء هذه. وهذا شجر جديد توه زرع مزروع فيه. والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين. وهذا البرشومي شجره البرشومي فيه. واذن الظهر